السلام عليكم. أي زوجين بيحصل ما بينهم اختلاف وجهات النظر بيؤدي لخلاف في بعض الأحيان، ولأن الراجل أصلا بطبعه هجومي يعني ما بيحبش أبدا يبان غلطان، فإذا جيتي عاتبتيه بيبدأ يعاتبك أنت أو يرد الفعل بتاعك بطريقة هجومية، يعني أنا ما بغلطش، ده في الغالب يعني إلا من رحم ربي، أنا ما بغلطش، أنا معليش اللوم. طيب أنت مش هتعاتبي، هتسيبي الموضوع كده؟ لا طبعا، لازم يكون في عتاب ما بيننا علشان بالبلدي كده نصفي النفوس، لكن لازم العتاب ده بيكون ليه اصول وليه قواعد. انت كست لازم ان انت تكوني عارفه القواعد والاصول دي. العتاب في وقت، توقيت للعتاب وكيفيه. طيب ايه هو التوقيت اللي المفروض انا اعاتب فيه زوجي؟ في 3 توقيتات ما ينفعش ابدا ان انا اعاتب زوجي فيهم: اول ما يصحى من النوم، وعلى الاكل، واول ما يرجع من بره. ال3 اوقات دي ما ينفعش ابدا اعاتب فيها زوجي، لان انت كده هتتهمي ان انت نكد، وفعلا انت التوقيت مش في صالحك تماما. طيب الكيفيه، اولا ما ينفعش وانت بتعاتبيه ان انت تقولي له انت غلطان خالص، انت كده هتقلبي الترابيزه على نفسك مش هو اللي يقلبها عليكي. لكن هتبدايها معاه ازاي؟ هتبدايها باسف، مش ذل ابدا والله، لكن هو عقليه الراجل تبقى زي الاطفال. هتبداي تقولي له انا كنت غلطانه، انا طبعا انا بعتذر، او انا اسفه ان انا كنت ردي فعلي ما فهمتوش، وانا عارفه ان انت خايف عليا وتفر الموقف، او انا عارفه ان انت عندك حق في الموضوع اللي انت كلمتني فيه، بس انت اتعصبت عليا شويه. وتبداي تجيبي له الموضوع اللي انت بتعاتبيه في النص، هو ممكن يستجيب بقى في ساعتها. طيب لو حسيتي ان العتاب مش هيكون في صالحك، وان هو ما استجابش لطريقتك معاه، او عامه هو مش عايز يقتنع ان هو غلطان، او مش عايز يبين لك ان هو غلطان، انت هتعملي ستوب للحوار، هتبدأي في موضوع تاني خالص، في هزار، في ضحك، في اي موضوع خارجي، بحيث ان انت تشوشري على الموضوع وخلاص. انت مش هتعاتبي، هتلاقيه من نفسه هو عارف هو غلطان في ايه، عارف انت ليكي حق ولا عليكي حق. الراجل ذكي جدا ما بيعديش حاجه. يا اما هيحاول بقى يبين لك غلطه واسفه في هديه، في خروجه، في هزار، في ضحك، وانت ساعتها ما تقفشيش وما تمسكيش عليه، وتبداي ان انت خلاص عدي الموضوع اذا كان الموضوع ما يستاهلش، او الموضوع ما يكونش كبير. انت بتحاولي تسيري مركب نفسك، انت اللي ماسكه الشراع وانت اللي بتسوقي مش هو. اتعاملي ذكاء.